إذن مشاهدينا الكرام، في حصادنا الإخباري السنوي لهذا العام نستعرض ونناقش أبرز ما فيه من ملفات وقضايا، ونبحث اليوم ملف مجالس المحافظات والانتخابات الأخيرة التي تركز أو تريد الأحزاب الترويج بأنها أو أرادت الترويج بأنها مهمة جدا. ينضم معنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، بداية مرحبا بكم. الأحزاب لطالما روجت على أن هذه الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات، هي مهمة جدا ومصيرية جدا بالنسبة للعراقيين، ولكنها لم تأتي بنسبة سوى 7%. يعني مع نهاية العام، كيف تقيم دكتور الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات؟ في البداية شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة هي لم تكن كما صوروها يعني على لسان زعماء يعني الكتل والعملية السياسية البائسة هذه، من أنها يعني عرس وطني وكرنفال واحتفال، كانت مأتم يعني بكل معنى الكلمة، وكانت الحقيقة يعني مهزلة لم يسبقها مثيل إلا ما يعني ندر في العالم الحقيقة، لأنه هذه أصلا يعني انتخابات لمجالس محافظات يعني خدمية، حكومات محلية وليست قضية سياسية، فما بالك إذا كان هناك فعلا يعني انتخابات فيها مواقف وبرامج سياسية. على أي حال، هذه الحقيقة الانتخابات لم تتم عملية عزوف عادية من قبل الشعب العراقي لها، وإنما كانت مقاطعة واستفتاء شعبي حقيقي على الرفض القاطع لهذه الطغمة الفاسدة ونظام المحاصصة المقيتة الذي فرض منذ عام 2003 ولغاية الآن، خصوصاً أنه هذه الانتخابات الحقيقة لم تجرى منذ 10 سنوات، يعني منذ 2013 توقفت، ثم جاءت ثورة تشرين لتفرض قرار على مجلس النواب بحل مجالس المحافظات، وهذا القرار الحقيقة اتخذ بقناعة الشارع، لأنه كان فعلا هناك تصور واضح بأن هذه المجالس المحافظات عبارة عن بؤر للفساد المستشري، وهذا اللي الحقيقة دفع الطغمة الفاسدة إلى العودة مرة ثانية لاعتمادها كفعلا يعني مرتع خصب لاستثماراتها ولجانها الاقتصادية. هذا يعني نعم. دكتور، أن المال السياسي هو السبب في الزج بالماكينات الإعلامية وضخ الأموال بملايين الدنانير، ربما بمئات، يعني ربما بعشرات أو عشرات الملايين من الدولارات، لا نعرف، هناك أرقام ضخمة وفخمة تأتي عن طريق مصادر من داخل الحكومة ومصادر صحفية، يعني كل ذلك ومنذ عام 2005 وإلى 2023، احسب كم سنة، 7%، هذا الرقم يأتي كأقل مشاركة من قبل العراقيين بانتخابات مجالس المحافظات. هي ليست طبعا انتخابات، هي انتخابات مثل ما ذكرتم خدمية، وما شاء الله يعني المنافسات والتنافس السياسي على خدمة العراقيين على وجهه. الآن وصل العراقيون إلى هذه النقطة من الوعي، ما مدى أهميتها؟ الحقيقة الوعي نابع من كون أنه هناك تضارب حقيقي وتضاد بين ما يطرح من شعارات ووعود كاذبة، يعني على مدى تقريبا يعني منذ مثل ما تفضلت منذ الانتخابات الأولى في 2005، وخصوصا مجالس المحافظات، يعني لأنه المواطن يشعر بشكل مباشر بجدية أو صدق الوعود والذين يتبوؤون المناصب الإدارية في هذه المحافظات من عدم يعني الاستيفاء أو الإيفاء بوعودهم. هذه واضحة صارت، لأنه الحقيقة مثل ما قلت أنه مجالس المحافظات حلت بضغط من الشارع، بضغط من ثوار تشرين، لذلك لما أعيدت لرغبة هذه الطغمة الفاسدة لاستعادة يعني منابع الثروة، منابع تمويلها، فالمواطن
الوعي واضح جدا عند المواطن، هناك مثل ما يقال وعود كاذبة، وهناك واقع حال مرير يمر به من بطالة وفقر وسوء خدمات إذا كان في المحافظات وإذا كان في بغداد، يعني هذه تجمع كل المحافظات تقريبا مع وجود درجات للفقر يعني الفرص العمل القليلة اللي أقل من محافظات أخرى. هذه الحقيقة جعلت الوعي يرتفع باتجاه أنه يريدون شيء جديد، مع طبعا بقاء هذه الوجوه الكالحة، هذه الطغمة الفاسدة بنفس الأساليب، أساليب السرقة، الفساد، التحايل، الصفقات، الوعود الكاذبة. وطبعا أيضا أضيف إلها قضية الرعاية الاجتماعية، يعني هناك وعود كاذبة لأن هناك بطالة، هناك عوائل متعففة. الغريب أن العراقيين هم أغنى شعوب العالم بالنفط، يطالبون بالرعاية الاجتماعية في بلد يصرف فيه السياسيون المرشحون للانتخابات 8 تريليون دينار. بإمكان هذه 8 تريليون دينار أن تجعل العراق كالولايات المتحدة الأمريكية من حيث الإنتاج ومن حيث الاقتصاد، وليس هناك حاجة أي رعاية اجتماعية. نشكرك شكرا جزيلا. في الختام أستاذ الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا لوجودك معنا في بانوراما الرافدين.